عنوان الدرس الإجراءات والتدابير التربوية. إذن قبل هذا الدرس، في الدرس الماضي تم التطرق إلى الإجراءات والتدابير على المستوى التشريعي والتقني، وتم التطرق إليها في الدرس الماضي. اليوم تتم للدرس السابق الإجراءات والتدابير، لكن هذا المستوى على المستوى التربوي. إذن كتقديم، إذن كما هو معروف أثبتته العديد من الدراسات، فالبيئة تعاني من تدخل الإنسان ومن تدهور، وبالتالي هذا التدهور هو ناتج عن تدخل الإنسان، بالتالي أعطانا العديد من الإكراهات، من تلوث للبيئة، من تلوث للهواء، من تلوث للسواحل من خلال مخلفات المصانع وغير ذلك، ناهيك عن استنزاف موارد الطبيعية من ماء، من غابات، بحيث يلاحظ أن الغابات تتراجع بنسب أو معدلات خطيرة جدا تنذر بأن الإنسان يعيش آفات بيئية خطيرة. هذه المسألة من طبيعة الحال تؤثر على الحياة. هذا الكوكب، كوكب الأرض الآن يعاني من مشاكل بيئية خطيرة جدا، أهم هو ما يرتبط بالتغيرات المناخية. نلاحظ مؤخرا التغيرات المناخية زاد تأثيرها بفعل ماذا؟ بفعل تدخل الإنسان. فالتقدم الصناعي الذي عرفته البشرية خلال القرون الماضية أو خلال القرنين الماضيين أفرز لنا العديد من المشاكل. يلاحظ هناك تقدم على المستوى الصناعي، لكن بالمقابل كان هذا التقدم على حساب البيئة، وبالتالي هذه المسألة تنذر بأن الإنسان فعلا خلال على كوكب الأرض بدأ ينذر بالعديد من المشاكل البيئية. ومن طبيعة الحال للتخلص من هذه المشاكل وعى الإنسان بضرورة إعادة من طبيعة الحال الاعتبار وإعادة التوازن للبيئة من خلال مجموعة من الإجراءات. هذه الإجراءات كما قلنا سالفا بأنها تشريعية من خلال مجموعة من القوانين، وكذلك تقنية من خلال مجموعة من الطرق والأساليب من طبيعة الحال للحفاظ وللحفاظ على البيئة. اليوم من طبيعة الحال هذه المسألة المتعلقة بالأساليب التربوية، الإنسان بدوره حاليا أصبح يسعى إلى ضرورة تركيز هذه المسألة من خلال تربية الإنسان أو تربية المواطن وتربية التلميذ وغير ذلك، من خلال مجموعة من الوسائل من طبيعة الحال لتوعية الناشئ بضرورة الاهتمام بالبيئة. لذلك من خلال الدرس سنركز على مجموعة من المحاور. المحور الأول سنتعرف مفهوم التربية البيئية، ثم المحور الثاني ما هي المبادرات الدولية الرامية إلى إدراجها ضمن المناهج التعليمية، ثم ما هي أسس التربية البيئية واستراتيجية تنفيذها داخل وخارج المدرسة المغربية. سنواصل الدرس من خلال المحور الأول البيئة والمبادرات الدولية لإدماجها في المنهاج التربوي، من خلال النشاط الأول تهيئة التربية البيئية المواطن لمواجهة المشاكل البيئية، والنشاط الثاني دور المبادرات الدولية لإدماج التربية البيئية في المنهاج، طبيعة الحال المنهاج التربوي. النشاط الأول تهيئة التربية البيئية المواطن لمواجهة المشاكل البيئية. عزيزي التلميذ، سنتطرق إلى هذا النشاط من خلال دعامتين الماثلتين أمامنا. من خلال الدعامة الأولى أو الوثيقة الأولى بعنوان تعريف التربية البيئية، لقد أصبحت التربية البيئية من الأمور الحيوية والأساسية في إرساء الأخلاقيات البيئية على المستويين المحلي والدولي. فالتربية البيئية هي تنمية الشعور والقدرة الحسية والسلوكية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال الوعي المدعوم بالأسس العلمية بالمخاطر والآثار السلبية الضارة لأي نشاط بشري على عناصر المنظومة البيئية. إنها عملية بناء الوعي أو الضمير البيئي. إذن عزيزي التلميذ، من خلال هذه الوثيقة يمكن استخلاص مفهوم التربية البيئية. إذن هي حسب الوثيقة هي عملية تنمية الشعور والقدرة الحسية، بحيث يصبح لدى المتعلم شعور بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال
سواء من خلال شعوره وكذلك من خلال سلوكياته اليومية. فمثلا عدم مثلا قطع الأشجار، يصبح الإنسان من خلال إذا كان واعيا بهذه المسألة يصبح قادر على تفادي مثل هذه السلوكيات التي نشاهدها من طبيعة الحال في السلوكيات والعادات التي نعتبرها سلبية ضد البيئة. كذلك على مستوى الشعور سواء للمحافظة على البيئة بشكل عام، سواء على الموارد الطبيعية بعدم تلويث الماء، بعدم قطع الأشجار واستنزافها، بعدم حرق الأشجار وغير ذلك، كذلك بعدم تلويث لا التربة ولا الماء وغير ذلك، مجموعة من العناصر التي نعتبرها هي محيطة بنا وبالتالي تشكل لنا بيئة، وهذه البيئة بطبيعة الحال ضرورية على الإنسان أن يكون بطبيعة الحال واعي بهذه المسألة بضرورة الحفاظ على البيئة. عزيزي التلميذ، إذا بعد تعريف ما يسمى بالتربية البيئية ننطلق إلى أهداف التربية البيئية. إذا من خلال هذه الوثيقة، من أهداف التربية البيئية: بيئة سليمة، بمعنى خلق بيئة سليمة، من حق جميع الأفراد في العيش داخل بيئة سليمة ومتوازنة، بمعنى أن المحيط الذي يحيط بنا بالبيئة بمواردها الطبيعية الإيكولوجية وغير ذلك، فمن حق الإنسان وليس فقط الإنسان ولكن حتى الحيوان والنبات أن يعيش فيها، ولكن تكون هذه البيئة سليمة بمعنى بعيدة عن تدخل الإنسان، ذلك التدخل الذي يكون في أحيانا تدخل اللي هو فيه نوع من سلوكات اللي هي سلبية. من أهداف أيضا التربية البيئية، البيئة مسؤولية الجميع، تنمية من خلال تنمية الإحساس بمسؤولية الأفراد والجماعات في حماية البيئة، بمعنى أن البيئة ليس فلان أو الجهة المسؤولة أو المؤسسة المسؤولة أو الدولة أو غير ذلك، فالكل مسؤول، دولة وجماعات محلية وإنسان ومواطن وغير ذلك وحتى الأفراد، بمعنى كل من زاويته هو مسؤول على الحفاظ على البيئة. كذلك من خلال الوعي البيئي، خلق وعي بيئي يعزز دوافع المشاركة الفعالة أو الفاعلة في النشاطات البيئية. بطبيعة الحال خلق وعي، هذا الوعي كيف يتم خلقه؟ خلقه من خلال مجموعة من الندوات، من خلال وسائل الإعلام، من خلال المدرسة وغير ذلك، بضرورة من طبيعة الحال الأهمية البيئية وضرورة المحافظة عليها. كذلك من أهداف التربية البيئية المواطنة البيئية، تنمية القيم وغرس الأخلاقيات البيئية التي تعزز مفهوم المواطنة البيئية، بمعنى ضرورة من خلال التربية البيئية يجب من طبيعة الحال أو نهدف إلى خلق مواطن من طبيعة الحال له شعور بالبيئة، يحافظ على البيئة، من طبيعة الحال يتفادى كل السلوكيات التي تؤثر على البيئة. لأن بعد من طبيعة الحال قراءة التعريف من خلال الدعامة ثم تحديد أهداف التربية البيئية، نخلص إلى الخلاصة التالية أو الاستنتاجات التالية. إذا التربية البيئية من خلال الدعامة الأولى هي تنمية الشعور والقدرة الحسية والسلوكية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، من خلال الوعي المدعوم بالأسس العلمية بالمخاطر والآثار السلبية الضارة لأي نشاط بشري على عناصر المنظومة البيئية. من أهدافها بطبيعة الحال حسب الدعامة الثانية، خلق وعي بيئي وعزز دوافع المشاركة الفاعلة في الأنشطة البيئية، ثم تنمية الإحساس بمسؤولية الأفراد والجماعات في حماية البيئة، كذلك تنمية السلوك المعزز لمفهوم المواطنة البيئية، ثم حق جميع الأفراد العيش داخل بيئة سليمة ومتوازنة. إذن عزيزي التلميذ، ننتقل إلى النشاط الثاني بعد الانتهاء من النشاط الأول. إذن النشاط الثاني بطبيعة الحال نتحدث عن دور المبادرات الدولية لإدماج التربية البيئية في المنهاج. لدينا دعامة وثيقة أولى، المؤتمرات الدولية التي أقرت
التربية البيئية بمعنى المؤتمرات الدولية التي نصت على تبني التربية البيئية من خلال مؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة 1972، أكد على ضرورة التربية وهي باعتبارها وسيلة أساسية لمعالجة المشاكل البيئية. ثم كذلك من خلال مؤتمر بلغراد سنة 1975، يوغوسلافيا سابقا، أما حاليا فبلغراد هي تابع فهي عاصمة لصربيا. إذا تم خلال هذا المؤتمر المصادقة على البرنامج الدولي للتربية البيئية الذي تم وضعه من طرف منظمة اليونيسكو. منظمة اليونيسكو هي منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، هي تعنى بالثقافة والتربية والعلوم، مقرها يوجد بباريس. بطبيعة الحال تهتم بمن أهدافها التربية كما أشرنا إليه. ثم مؤتمر تبليسي سنة 1777 بجورجيا وضع إطار عام للتربية البيئية يرسم مراميها ويحدد أهدافها. من خلال هذا المؤتمر يعني تم العناية بضرورة الاهتمام بالتربية البيئية. ثم ننتقل إلى المؤتمر الأخير، مؤتمر سالونيك سنة 1997 باليونان، أكد أو شجع المدارس على ملائمة برامجها الدراسية لمتطلبات مستقبل قابل للحياة. بالتالي فعلى في الدول تتبنى في من خلال أو في منهاجها من خلال البرامج الدراسية تبني محاور تعنى بالتربية البيئية من خلال المواد الدراسية. عزيزي التلميذ، بعد قراءة هذه الخطاطة ستقوم بتمرين. بطبيعة الحال هذا التمرين هو مثابة خلاصة لهذا النشاط، هو تحويل هذه الخطاطة إلى فقرة مناسبة. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى المحور الثاني والذي سنتطرق فيه إلى الأسس التربية البيئية واستراتيجية تنفيذها داخل المدرسة وخارجها. من خلال النشاط الأول دور الدولة في نشر التربية، والنشاط الثاني دور المؤسسات الوطنية في دعم التربية البيئية. إذن أعزائي التلاميذ نشتغل على النشاط الأول اللي هو دور الدولة في نشر التربية البيئية. لدينا مجموعة من الصور تبين انفتاح المدرسة على البيئة من خلال بطبيعة الحال من خلال الصورة الأولى المثيل أمامنا تمثل بطبيعة الحال تلاميذ يقومون بعملية البستنة بطبيعة الحال داخل محيط المؤسسة. إذا بالتالي هنا المؤسسة تشير أو لا تؤكد على المسألة ضرورة انفتاح على المحيط البيئي من خلال أعمال البستنة، كذلك بمحيط المؤسسة وغير ذلك القيام بعمليات نظافة داخل محيط المؤسسة. كما تلاحظون لدينا مجموعة من الحاويات. بطبيعة الحال هذه المسألة تربي لدى النشأ أو المتعلم بشكل عام المسألة ضرورة فرز النفايات بين النفايات، قد تكون خاصة بالورق، قد تكون خاصة بالمواد الصناعية، قد تكون خاصة بالمواد المنزلية وغير ذلك. وهذه المسألة إذا ربيت داخل المؤسسات منذ الفترات الأولى من التعليم الأولي إلى الابتدائي وغير ذلك، هذه المسألة تنمي لدينا مواطن أو تلميذ له تربية بيئية ناجحة. ثم نفس الشيء بالنسبة للصورة الثانية، إذا هنا إشارة إلى مدرس يقوم بتوعية تلامذته بأهمية الحفاظ على البيئة. أعزائي التلاميذ ننتقل إلى وثيقة ثانية وهي بطبيعة الحال بعنوان بعض الأنشطة التربوية المدرسية المتعلقة بالبيئة من خلال الاحتفال بالأيام العالمية التي لها صلة بالبيئة. فالمدرسة يمكن إحياء هذه المسألة تربية المتعلم على تبني سلوكات متعلقة بالحفاظ على البيئة من خلال الاحتفال بالأيام العالمية التي لها صلة بالبيئة. مثال على ذلك اليوم العالمي لحماية طبقات الأوزون الذي يقام كل سنة في 16 من دجنبير، ثم اليوم العالمي للماء
الماء في 22 من مارس، وكذلك اليوم العالمي للتنوع البيولوجي في 22 من ماي، وكذلك اليوم العالمي للبيئة في 5 من يونيو، وأخيرا اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف في 17 من يونيو. هذا بالنسبة للاحتفال الأيام العالمية وكذلك حتى الوطنية. ثم ننتقل إلى من خلال كذلك ما يسمى بالنوادي البيئية أو النوادي المدرسية من خلال النادي البيئي في المؤسسة. إذا النادي البيئي يقوم بأدوار مهمة. النادي البيئي يسهر عليه كل من الأساتذة بمعية التلاميذ، وبالتالي يخططون لضرورة يعني تبني ثقافة بيئية الحفاظ عليها والتحسيس كذلك سواء داخل المؤسسة وخارج المؤسسة يعني في المحيط البيئي بضرورة الحفاظ على البيئة. كذلك من خلال إنشاء مجلة حائطية، مجلة بالمؤسسة تعنى بالبيئة. إذن داخل المؤسسة يجب وضع بطبيعة الحال مجلات حائطية بطبيعة الحال تعنى بالبيئة لوحدها. ثم كذلك من خلال مشروع المؤسسة، بطبيعة الحال مشروع المؤسسة يسهر عليه مدير المؤسسة وباقي الأساتذة، بطبيعة الحال يتم الاهتمام تكون من بين أهدافه خلق يعني بيئة، حفاظ على البيئة والتوعية بالبيئة. بطبيعة الحال هذه كلها يعني نعتبرها من الوسائل التي تعتمد عليها المدرسة في الحفاظ على بطبيعة الحال في الحفاظ على البيئة وضرورة يعني العناية بها. إذن نخلص إلى الخلاصة التالية. وقعت وزارة التربية الوطنية شراكة مع المؤسسات الوطنية المهتمة بالبيئة، بما فيها المؤسسات الوطنية المهتمة بالبيئة. بطبيعة الحال وزارة التربية الوطنية اللي وزارة تعنى بالتعليم وغير ذلك وقعت شراكات مع باقي المؤسسات يعني التي تعنى بالبيئة. ثم كذلك تم تضمين البعد البيئي في المقررات الدراسية نموذج مادة الجغرافيا ومادة علوم الحياة والأرض من خلال هذا الدرس مثلا، فتم تضمين البعد البيئي في المناهج أو المقررات الدراسية في مادة الجغرافيا. مثال على ذلك هذا الدرس الذي نقدمه مادة الجغرافية. كذلك تم اتخاذ الأنشطة التربوية المدرسية المتعلقة بالبيئة أشكال متعددة، منها الاحتفال بالأيام العالمية التي لها صلة بالبيئة في طليعة اليوم العالمي للماء 22 من مارس واليوم العالمي للبيئة في 5 من يونيو. كذلك إنشاء نادي البيئة في المؤسسة، كذلك إصدار مجلة المؤسسة الخاصة بالبيئة، وهذه تم التطرق عليها من خلال خططها الماضية. نشاط ثاني بطبيعة الحال من النشاط الثاني من المحور الثاني بعنوان دور المؤسسات الوطنية في دعم التربية البيئية. إذن هذا المحور سنركز فيه. تعتبر المؤسسات الوطنية أهم مساهم في نشر التربية البيئية من خلال الجماعات المحلية. إذن الجماعات المحلية كذلك تعتبر مؤسسة تابعة للدولة وتساهم في نشر التربية البيئية. الجماعات المحلية تقوم بتنظيف البيئة من خلال غرس الأشجار وغير ذلك، إقامة مساحات خضراء، الاعتناء بالحديقة وغير ذلك. ثم كذلك بعض الجمعيات كالجمعية المغربية للمحافظة على البيئة، هناك جمعيات تعنى بالبيئة. كذلك من خلال وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة من خلال تصميم تهيئة. إذن تصميم تهيئة هناك واحد المنطقة خاصة بالصناعات، منطقة خاصة بالسكان، ومنطقة خاصة بمساحات خضراء. كذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إذا بدوره يعتبر من المؤسسات للحفاظ على البيئة. كذلك تقوم هذه المؤسسات بعدة أنشطة، منها حملات نظافة والتشجير والتوعية بضرورة ترشيد استعمال الماء، لأن الماء بطبيعة الحال نلاحظ فيه أن هناك تدبير غير معقل لأن استنزاف وكذلك يعني ترشيده بطريقة غير معقلنة من تلوث وغير ذلك، وباقي الموارد الطبيعية الأخرى مثل الغابات وغير ذلك. ثم محور أو نقطة أخيرة، يتم تمرير التربية البيئية في التعليم غير النظامي. ومعنى التعليم غير النظامي أنه تعليم يمارس خارج المؤسسة التعليم بوسائل مختلفة ويستهدف جميع فئات المجتمع، بمعنى أنه غير نظامي. النظامي هو الذي يكون داخل وزارة التربية الوطنية سواء في المؤسسات التعليمية ابتدائي إعدادي ثانوي وكذلك التعليم العالي. غير النظامي هو هذا بطبيعة الحال عبر قنوات متنوعة من خلال وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة المرئية وسائل التواصل وغير ذلك، خلال الندوات والأيام التي والحلقات الدراسية التي تقام سواء داخل دور الشباب وغير ذلك.
ثم الأنشطة الفنية من خلال السهرات الفنية وغير ذلك، وتستخدم فئات مختلفة مثل الأسر وأصحاب القرار والمنتخبون والأحزاب والنقابات. إذا هذه كلها نعتبرها قنوات يتم من خلالها تربية، يعني خلق تربية بيئية داخل المجتمع. وبهذا أعزائي التلاميذ نخلص إلى الخاتمة التالية: تعزز التربية البيئية الإجراءات التشريعية والتقنية من أجل تنظيم المجال في إطار إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. شكرا أعزائي التلاميذ على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء.